السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المحاضرات الماضية بلشنا في موضوع السادس من جزئية الإيمج أو الديجيتال إيمج في مساق تحرير الصوت والصورة الرقمية. حكينا عن الإيمج كومبريشن، حكينا عن بعض البيزكس أو بعض المبادئ الأساسية للداتا كومبريشن ريدندنسي، وتعرفنا أو عرفنا إيش مفهومها وكيف إحنا ممكن نحسبها. حكينا عن الفاريبل لينث إنكودينج والهوفمان إنكودينج في آخر محاضرة بشكل سريع كمفهوم، يعني كيف هذا بيشتغل وكيف هذا بيشتغل. ان شاء الله تعالى اليوم راح نحكي عن الران لينث انكودينج وعن الكوانتايزيشن او الكوانتايزيشن. طبعا احنا اللي شرحناهم واللي حنشرحهم هاي عباره عن امثله، مش كل الكومبريشن اللي موجوده واللي بيتم استخدامها، لا احنا بناخذ امثله شائعه لكن بس عشان نعرف انه كيف بتتم عمليه الكومبريشن وليش احنا في الصور وفي الصوت الكومبريشن بيكون عالي لكن في الملفات الثانيه الكومبريشن بيكون منخفض، يعني بيضل او الملف بيكون بمساحته او بحجمه الاصلي لكن في الصوت وفي الصوره ممكن تقل المساحه بشكل كبير جدا. هذا اللي راح نجاوب عليه ان شاء الله تعالى في نهايه المحاضره. لكن احنا الشغلات الاساسيه اللي بدنا نعرفها انه الفاريبل لينث كودينج كان ياخذ شغله من الداتا او من الاوريجينال داتا. الشغله اللي كان ياخذها لما يجي يعد انه عند A B وبعدين 4A، يجي يعد ويطلع، تمام. الان هنا بس يجي يرجع الداتا، راح ياخذ هنا نسبه تواجد كل عنصر او كل نيجي نحكي داتا بسيطة جدا، نسبة تواجدها في الداتا رو اللي موجود عندي، تمام؟ زي الـ A راح عده، تمام؟ عشان يطلع لي قديش هو موجود نسبة تواجده، عشان بعد هيك يقدر يوزع، تمام؟ حكينا من الأكثر نسبة تكرار أو نسبة تواجد أو عدد تواجد بده ياخذ أقل طول، والأقل نسبة تواجد ياخذ أعلى طول عشان يحاول يختصر في الداتا اللي موجودة واللي بتم تخزينها عشان يختصر في المقابل في حجم أو المساحة التخزينية الفايل سايز. يعني النوع الثاني اللي حكينا عنه الهوفمان انكودينج، وحكينا هو بشكل كامل تقريبا بيشبه الفاريبل لينث كودينج في انه راح يحسب البروبابيليتي الاحتمالية، تمام، أو نسبة تواجد كل عنصر ويعطي كل واحد فيهم كود مختلف عن الثاني. لكن الشغلة اللي ميزت الهوفمان انكودينج انه نظم عملية اعطاء الكود. كيف نظم عملية اعطاء الكود؟ انه القيم المكررة، يعني الستة هي البروبابيلتي تبعها والثلاثة هي البروبابيلتي تبعها، نفس القيمة لو انا اشتغلتها باللينث انكودينج في الفاريبل لينث انكودينج راح الاحظ انه راح ياخذوا نفس القيمة، فبالتالي حيصعب استرجاعهم. لكن في الهوفمان انكودينج راح ياخذوا قيم مختلفة، لاحظوا الستة والثلاثة، هاي الستة 1110 والثلاثة 1101، قيم مختلفة لكن نفس الطول. يعني لازم إذا أنا وزعت صح يطلع معاي نفس القيمة إلها نفس الطول وليس نفس تركيب الداتا. يعني ما بنفعش 1101 و1101، مش هيعرف يرجع 6 ولا يرجع 3، تمام. لكن طول هذه نفس طول هذه، بهيك ضمنت انه انا بشتغل بشكل صحيح في الهوفمان، ضمنت انه انا اعطيت لكل داتا تايب نيجي نحكي داتا كود مختلف، تمام، لكن بنفس الطول للبروبابيلتي المتساويه. الان هذا الكلام احنا بنحكيه عشان نعرف نميز في المثال اللي بعده اللي هنحكي فيه اليوم، اللي هنحكي فيه الان اللي هو الران لينث انكودينج. يمكن ذاكرين في اول محاضره لما ضربت لكم مثال على موضوع الكودينج، حكينا لو احنا طلبنا منكم مثلا رقم جوال وكان رقم الجوال هذا في ارقام متكرره، يعني كان في 0597 ثلاث اصفار 4
خمستين او خمسه مثلا، ثلاث اصفار اربعتين خمسه. فبالتالي لو انا طلبت منكم تحكوا هذا الرقم، في ناس حتحكي 0 5 9 7 0 0 4 4 5، في ناس حتحكي 0 5 9 7 ثلاث اصفار اربعتين خمسه. تمام، ثلاث اصفار اربعتين خمسه هو تمام الران لينث انكودينج اللي احنا بدنا يعني نقرب المفهوم له. ماشي، في الران لينث انكودينج لو كان في عندي داتا رو بالشكل هذا، هاي في عندي 8 A's، عندي 3 B's، عندي كمان هنا 8 A's، عندي 4 B's وعندي 1 A. هنا لو أنا اشتغلت في الهوفمان راح يعد ويجيب probability، لو اشتغلت بالrun length encoding راح يعد ويجيب نسبة التواجد. لكن في الrun length encoding لا، بس بيعد وبيكتب، لا يعني بيعملهم representing، يعني runs run معناها التكرار او يعني يعد لي التكرار. تمام، هنا 8 A حيجي يقول لي هذا الداتا رو فيها 8 A، بعدين فيها 3 B، بعدين فيها كمان 8 A، بعدين 4 B، بعدين 1 A. هنا احتفظ فيهم بنفس الترتيب، لكن في الهوفمان لا، في الهوفمان راح عد وين هم موجودين. هنا هي في 1 مع 8 ومع 8 16 و1 17 A موجود في الداتا رو هذا، هيك بيفهم الهوفمان. وفي عنده 3 B و4 B وعنده 7 B بالشكل هذا، وعنده كمان 1 A راح اخذناه، عندنا 3 B و3 B. خلص هاي الداتا اللي عنده، هاي اللي بفهمها الداتا. انا في الداتا هذه عندي 17 A و7 B، وبيبدأ يعطيهم أكواد مختلفة. لكن في الرنج لينث انكودينج لا، بيحافظ. يعني لو كان في عندي A واحدة بكتب 1 A، بعدين 3 B بكتب 3 B. فزي ما احنا شايفين في الرنج لينث انكودينج بيروح بيعد الرنز، بيعد الرنز، بيعد التكرارات. تمام، وبيعطيني إياهم هنا. الرنج لينث انكودينج often more compact especially when data contains lot of runs of the same numbers. يعني هذا الرن لينث انكودينج بينفع وبيكون ممتاز جدا اذا كان في تكرار كثير في البيانات. يعني صوره مثلا، صوره نصين، نص ابيض ونص اسود وبس، واستخدمت الرن لينث انكودينج حيعطيني داتا، حيعطيني داتا فايل جدا، داتا سايز او يعني نحكي سايز للايمج صغير جدا جدا جدا، لانه خلص حيقول انه انا عندي زي ما انتم شايفين هاي التكرارات، حلاقي ان الصوره نصها من هنا ابيض ونصها من هنا اسود، فحجيب لكل البكسلات هذه بلون وكل البكسلات هذه بلون، فحيحفظ داتا قليله جدا له. لكن لو انا رحت مثلا، رحنا نجيب مثال، عندي مثال هنا A B C A A B C D مثلا، وقلت بدي استخدم الـ Run Length Encoding، حيقول لي هذه 1 A 1 B 1 C 2 A 1 A 1 B 1 C 1 D. فهنا أنا ما اختصرتش إشي في الداتا. فكمان مرة هذا بينفع للداتا رو اللي فيه تكرار كتير، lots of run of the same number أو same numbers. طيب مثال عليه وين احنا ممكن نبعث. طبعا احنا بدنا نكون متأكدين وعارفين انه هذا لوزلس. ليش؟ لانه احتفظ بنفس الترتيب، احتفظ بنفس الابعاد، لما يجي يعيد تمثيل الداتا حيكتب 8 A جنب بعض، وسهل جدا عليه انه يرجعها. تمام، وبنفس الترتيب بنفس المقدار reconstructing فيه. طبعا زي ما قلنا سهل. الان هذا ممكن يعني يكون مفيد جدا، بحكي لي في الفاكس ماشينز، في الفاكس ماشينز. يعني لو انا بدي اجي ابعث صوره على الفاكس، ورقه ومكتوب فيها نص، الفاكس حيتعامل مع اسود وابيض، كل المناطق البيضاء اللي في الصوره بيعدهم وبيعطيهم لون وايت، وكل المناطق السوداء بيعدهم بيعطيهم بلاك. فبيجي هنا هذا السطر كله واحد اصفار اصفار اصفار، عفوا، واحد 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 واحد، سطرين ثلاثة. فبدي يجي يقول لي مثلا 300 ونز، وبعدين بدي يجي على السطر هذا اللي فيه كتابة، في عندي 10 ونز، وبعدين في عندي كلمة مكونة من أربع خانات. تمام، أربع زيروز، هذه بلاك زيروز، بعدين في فراغ 1 1 بالشكل هذا، في سطر فاضي كله بيعطي لي مثلا 100 ونز. فهنا كان في عندي بس لونين، كان في عندي فراغات كتير،
فانا ممكن استخدم الران لينث انكودنج. ففي الفاكس ماشينز سهل جدا انه او يفضل انه نستخدم هذا الار ال اي لموضوع الانكودنج على اساس يختصر الداتا بشكل كبير جدا. لكن لو كان في عندي زي ما قلنا صوره فيها الوان كثير جدا، صوت، في موسيقى وفي اصوات ناس بتحكي كثير، صعب جدا نستخدم الران لينث انكودنج. مش صعب، هو لا مش انه صعب يعني بقدرش اطبقه، لا بيتطبق، لكن مش حلاقي انه في جدوى لاستخدام. تمام، يعني مش راح يخفض لحجم الملف بنسب ممكن تكون مقبولة بالنسبة لي. يعني ممكن نفس الملف اللي كان 300 ميجا يصير 280 ميجا 290 ميجا. يعني أنا بالنسبة لي ما بضغط، ما بعمل إنكودينج عشان 10 ميجا في ملف كبير. تمام، هذه الثلاث أنواع اللي احنا حكينا فيهم اللي هي لوزلس إنكودينج. نحكي عن الكوانتيزيشن. الكوانتيزيشن يمكن الفصل الماضي حكينا فيه بشكل مفصل في الصوت، حكينا عن مصطلح التكميم كوانتيزيشن او التكميم. التكميم معناها انه يعني هيك نيجي نقربها، انه يخلي كل القيم متقاربه، تمام، نفس الكميات، كمياتها متساويه او مش متساويه، متقاربه من بعض، عشان يقدر هو يخزن هاي الداتا. لكن الكوانتيزيشن لوزي. نيجي نشوف مثال على الكوانتيزيشن ونشوف كيف هو لوزي. تمام، في عندي انا داتا رو 10 12 15 18 20 3 5 2 13. هيجي هذا الكوانتيزيشن يستخدم مصفوفه، تمام، معده مسبقا. انا بدي اجي اضغط ونفترض او بدي اقلل حجم الملف 50%، فرحت في الخيارات قلت له انا بدي اعمل كوانتيزيشن 50%. زي لما اجي انا اختار مثلا في الفوتوشوب احفظ جي بي جي واقول له بدي نسبه الكومبريشن 80% او نسبه الكومبريشن 20% او نسبه الكومبريشن مثلا 50%، هنا انا باجي باختار نسبه الكومبريشن تاعتي. طبعا حيكون في المقابل مصفوفه جاهزه معده مسبقا لدى البرنامج اللي بيعمل انكودينج. اذا انا اخترت ال 50% بيستخدم هاي المصفوفه، بيستخدم مصفوفه الارقام اللي من خلالها راح يعمل كوانتيزيشن بحيث يطلع بمصفوفه جديده او بداتا رو جديد. تمام، انا هنا حبسط الموضوع شويه. اوريجينال داتا هيها، لو قلت له بدي اعمل كوانتيزيشن 50% بده يروح يقسم لي على 5. هذا كمان مره كمثال يعني. تمام، هو يفترض هيستخدم مصفوفه كل بكسل، تمام، فهي في كل بكسل في الصوره يقسمه على الرقم المقابل له في هاي المصفوفه اللي عنده. لكن انا بدي اقول انه بدي اقسم هذه كلها على 5، تمام، عشان اختصر الداتا. فهيجي يقسم 10 على 5 2، 12 على 5 12 على 5 قديش؟ 2. لكن في باقي 2، الاثنين هذه بالنسبة له ما بيعطيها اعتبار. وهذا الكلام ارجع شوية وتذكروه لما جينا حكينا عن الصوت وإعادة تمثيل موجة الصوت، طبعا راح نحكي عنه في الأوديو شابتر أو في الأوديو إن شاء الله تعالى. ففي عندي 2 هذه بيهملها، طبعا هم بيهملها بواحد من طريقتين. تمام، أحيانا بيهملها إنه خلص بيطلع النتيجة 2 وبينسى الاثنين الزيادة هذه. هذا الكلام نحكي عنه ترانكيت. ترانكيت معناته قص أو حذف. خلص أنا عندي 2 والباقي ببهم، طالما الباقي أقل من 5 بديش إياه. يعني 2، يعني لو أنا حكيت 14 على 5 حيكون عندي النتيجة 2 كمان والباقي 4. 4 قيمة كبيرة لكن هو راح يهملها. فإما ترانكيت أو بيعمل راوندد، يعني 2 12 على 5 2 والباقي 2 خلص خليها 3، يعني برجع لي نتيجة 3. 14 على 5 2 والباقي 4 خلاص خليها 3. فبنلاحظ انه ال 12 هنا تساوت مع ال 14 في الحالتين، وال 11 تساوت مع ال 14 في الحالتين. تمام، طيب 15 هنا على 5 3، 18 على 5 3 والباقي 3، أهمل الثلاثة الباقي، 20 على 5 4، 3 على 5 0، لاحظوا الثلاثة كلها راحت والاثنين كلها راح تروح، الخمسة 1 نتيجتها 13 نتيجتها زي ال 12 ونتيجتها زي ال 11 ونتيجتها زي ال 14. تمام، فهي الكوانتايزد داتا. تمام، هاي الداتا لما صار لها كوانتيزيشن.
طيب هنيش نعمل طبعا لو بدنا نيجي نقف على عند لعند هنا برضه مش كتير في عندي ضغط او فقد في البيانات او مش عارف فقد يعني تقليل في حجم البيانات، ممكن بعد ما طلعنا الكوانتايزد داتا هذا انه يصير عليه هوفمان كمان او يصير عليه ران لينك انكودنج عادي تمام، يعني يروح يقول هاي في عندي 2 ايز 3 اي 2 3 ثلاث اتنينات وثلاثتين وأربعة وصفرين، ونيجي نعمل عملية الهوفمان كمرحلة تانية من مرحلة بعد الكوانتيزيشن تمام. فهو طلع داتا رو تاني مختلف عن الأول، وممكن أعمل عليه كمان عملية انكودينج. طيب نيجي الآن، إحنا قلنا لو عملت عليه هوفمان ورحت الآن بدي أعمل ديكومبريشن، بدي أرجع الداتا لأصلها، هستخدم في الأول هوفمان، حيرجع لي هذا بدون أي اختلاف لأنه قلنا هوفمان لوزلس. طيب من الهوف من الهوفمان خلصنا، يجينا للكوانتيزا الكوانتايز داتا، نرجع للاوريجينال داتا، هيجي يضرب في 5، هي القيمه اللي حافظها عنده، القيمه اللي حافظها عنده الخمسة، فبده يصير ايش مالتيبل باي 5. 2 في 5 10، هي نفس ال10 هذه فيش مشكله، 2 في 5 10 لكن هنا 12، الداتا اختلفت ها الداتا اختلفت. 15 او عفوا 3 في 5 15 نفس الداتا هذه. طيب كمان 3 في 5 15، طب هنا عندي الاساس 18 فهذه برضه اختلفت. 20 20 اجت من نتيجه ضرب 4 في 5 20 فيش مشكله. طيب 0 في 5 0 لكن الاصل مش 0، الاصل 3 وهذه اختلفت. الخمسه فيش فيها مشكله، الصفر ايضا اساسها 2 والعشرة هذه أساسها 13، فلاحظوا عندي أنا بس رقم 2 3 4 احتفظوا بقيمهم، لكن 1 2 3 4 5 اختلفت القيم. فهنا بيحكي لي إنه هذه القيم أبروكسيميشن، تقريب يعني إشي قريب من الداتا الأصلية، لكن هل هي الداتا الأصلية؟ لا مش هي الداتا الأصلية. طيب متى بينفع انا استخدم الكوانتيزيشن طالما انه ما برجعليش نفس الداتا الاصليه؟ هل بينفع انا اروح اجيب مثلا ملف نصي واعمل له كوانتيزيشن ولما اعيد تمثيله يروح مرجع لي حروف وارقام مختلفه؟ النص اللي انا دخلته للبرنامج يطلع لي نص ملوش دخل في الاصل؟ لا ما بينفعش. فعشان هيك بدنا نعرف اللوسي في اس لوزلس، ايش متى بستخدم اللوزي ومتى بستخدم اللوزلس. For things like text documents and computer data files, lossy compression does not make sense. فبالتالي بحكي لي انه في الملفات النصية اللي مخزنة على جهاز الحاسوب ما بنفعش انا استخدم اللوزي، لانه انا حيتغير التكست اللي انا خزنته حيرجع لي تكست تاني خالص تمام، فما بنفعش انا استخدم اللوزي. But for data like audio or visual، هذا الكلام بنرجع فيه انا شويه للسلايد اللي قبله. لو كان في عندي انا صوره، الصوره هذه نفترض انه قيمه الرقم اللون اللي كان فيها اللون كان 18 تمام، وبعدين اللون صار 15 و15، انا بالنسبه لي مش راح ادرك كثير وانا بشاهد في هذه الصوره الفرق بين ال 18 وال 15، شغله فيجوال. لو كانت قيمه الصوت كان 18 عند نقطه معينه مقداره وصار 15، برضه داني مش راح تدرك هذا الاختلاف البسيط جدا، لكن لو كان نص واجي اقراه حيكون حروفه مختلفه. فبالتالي for data like audio or visual، شغلات الحسية يعني تمام، اللي بتعتمد على حس الإنسان، يعني زلمة أجي أنا أمسك كوباية شاي سخنة وبعد شوي مسكتها ضايلة سخنة، لكن هي نفس درجة الحرارة لا اختلفت، لكن أنا شاعر إنه نفسها، خلص أنا عندي إيش كبير، زي اللون هذا أحمر، لما يختلف كثير جدا بصير هذا اللون أحمر غامق أو أحمر فاتح أو بروح على البرتقالي، فطالما الاختلاف بسيط أنا أور سنس يعني مش كثير بتشعر فيه. For data like audio or visual, small errors are not easily detectable. يعني أنا مش بشكل دقيق جدا ممكن أنا أعرف تمام أو أقدر إنه هنا في اختلاف في الداتا أو اختلاف في اللون، اختلاف في درجة الصوت، اختلاف في النغمة شوية. هذه الأشياء البسيطة أنا يعني حواسنا ما بتدركها تمام أو ما بتشعر فيها بشكل دقيق. فهنا في الداتا الأوديو والفيجوال
approximation is acceptable. يعني التقريب بينفع، فيش مشكلة. This is one reason we can get significant compression of images and audio vs other types of data. يعني بيحكي لي انه عشان هيك دائما ملفات الصوت والصور لما اجي اعملهم كومبريشن بلاحظ انه في كثير اختلاف بين الملف الاصلي والملف المضغوط، وما بلاحظش انه في كثير تغيير في الكونتنت الموجود، تمام؟ لكن انواع ثانيه من الملفات لا. طيب ملف نص انا رحت حطيته في ملف WinRAR، يعني ضغطته مع بعض، او ZIP، بلاحظ انه ممكن يختلف حجم الملف، حجم البيانات، لكن شيء قليل جدا مش كثير، وممكن يختلف كثير. الزد اي بي والوينرار هذه كلها لوزلس، مش لوزي، تمام؟ ما بتاثرش على الداتا اللي موجود جوا، الموجوده في الداخل، مهما كان نوع هاي الداتا. في اللوزلس ممكن انا يعني يكون عندي البيانات من 10 ل 1، عفوا من 10 ل 1، يعني الملف اللي حجمه 10 ميجا ممكن ينزل لميجا، هذا يعني ممكن يصير. في اللوزي ممكن 300 لواحد، يعني ممكن الاقي ملف 300 ميجا ينزل لواحد ميجا، 600 ميجا يعني ينزل لقيم كثير كثير صغيره، تمام؟ وهذا الكلام كمان مره بس في الصوت، في الصوره، في الفيديو ممكن احنا نستخدم اللوزيس. With lossy we can even talk about quality. واحنا بنحكي عن اللوزي دائما بنحكي عن الكواليتي. The more like original data the higher the quality. يعني الداتا كل ما بعد ما احنا عملناها ريكفرنج رجعت زي الاصليه، او كل ما قربت على الداتا الاصليه بيكون في عندي الكواليتي هاي كواليتي. لكن اذا الداتا بعد الريكفر الداتا بعد ما رجعناها والله لقيناها مختلفة كثير عن الداتا الأصلية، بنحكي اللي هو the lower the quality، إنه الكواليتي تاعت هذا الكومبريشن منخفض جدا. بناء على الكلام اللي حكيناه وعلى أنواع الكومبريشن اللي حكينا فيهم في المحاضرات الثلاثة هذه، المطلوب منكم الاكستنشنز أو الامتدادات الشائعة، الجي بي جي والبي ان جي والجيف وملفات الصوت الام بي 3 والويف، ملفات الرو، الفيديو الام بي 4، كل هاي بدنا نعرف ايش الكومبريشن، تمام، اللي بتستخدمه، ايش طريقه الكودينج اللي بتستخدمه، هوفمان، ران لينك انكودينج، شيء غير هدول. طبعا حتلاقوا اشياء مختلفه كثير، احنا اخذنا هدول كامثله عشان نشوف كيف كل طريقه بتصير، لكن احنا بدنا الاكستنشنز الشائعه نعرف كل واحده فيهم ايش طريقه الكودينج المستخدمه فيها الاساسيه، تمام؟ هدول هذه الشغلات ان شاء الله تعالى بتجمعوها، يعني على الاقل بده يكون في عندكم 10 اكستنشنز من الشائعه، وكل واحده فيهم ايش الانكودينج اللي مستخدم فيها. زي ما قلنا ممكن من اللي شرحناهم وممكن من غير اللي شرحناهم، مش مطلوب نشرح الطريقه، لا، مطلوب فقط الاسم، يعني نبحث عن الطريقه هذه، الاسم تبعها، طريقه الكودينج. بهيك احنا ان شاء الله تعالى بنكون خلصنا موضوع الايمج ايديتنج، تمام؟ في المحاضرات الجاي راح نبلش في الديجيتال اوديو ايديتنج ان شاء الله. طبعا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى ان نكون استفدنا من هذا الجزء من مساق تحليل الصوت والصورة الرقمية، وان شاء الله تعالى نلقاكم في الجزء الثاني، احنا في احسن حال. يعطيكم العافية.